أخطر خمسة أسلحة مدمرة ومرعبة في العالم. التوربيدو الذي تسبب بضجة عالية كناطحة سحاب، الصاروخ القادر على تدمير واشنطن وما حولها، وأب وأم كل القنابل. تطور وتحسن البشرية باستمرار الأسلحة، وبلغت الأسلحة أوجها في القرن العشرين بظهور أسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية، وقمنا بوضع قائمة من أكثر الأسلحة المدمرة والخطيرة الموجودة بالفعل لدى جيوش مختلفة من العالم.